تجنيزه عندنا في العزاء، ضمنهم على سبيل المثال واحد من شعراء البحرين غوص معروف بأن في البحرين. خرجت لطلب الإصلاح. طريقة التجنيزة في العزاء هل لها ارتباط بالغوص؟ أهل البيت سلام الله عليهم في البداية هم أقاموا الشعائر الحسينية أو إحياء الشعائر على مستوى أهل البيت، في البداية موكب السبايا، ومن ثم بعد السبايا الإمام السجاد سلام الله عليه بدأ المفاهيم والشعائر إلى وين؟ إلى الأسواق، لما يمر على هذا الذباح يذبح الكبش وغيرها. مثلا الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو بعض الشعراء، ومن ضمنهم على سبيل المثال واحد من شعراء البحرين يسمونه سفيان بن مصعب العبدي من أبناء عبد القيس، يقول له تعال ارثي الجدي الإمام الحسين. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه كان يقول علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله، احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، وغيرها من الروايات. الشعائر اللي تقام مثلا من حتى في البحرين العديد منها مستمد من بيئة المكان. العزة عندنا متأثر بشنو؟ بيئتنا. يعني نجي مثلا إلى التجنيزة، جماعة يسألون من وين هاي التجنيزة؟ إذا ما نجي منشوف بيئة الجماعة اللي يقيمون هاي التجنيزة بالضبط. التجنيزة هذه كانت تقام في الغوص. الغوص معروف بأن في البحرين الغوص يعني من المهن القديمة والعريقة جدا، متجذرة في البحرين. راح نشوف أن الجماعة اللي على السفينة شلون كانوا يعني يرددون النهمات. السفينة ضيقة بشكل بيضاوي، فكانوا هم يلتفون حول السفينة بشكل بيضاوي أو أحيانا دائري، وكل واحد يخلي يده على كتف الثاني. معلوم بأن السفينة ما فيها استقرار، يعني موج ورياح وكذا، فهذه أفضل يعني صورة يطلع بها الموكب العزائي أو التجنيزة على وين؟ على ظهر السفينة. نشوف البحاحير الأوليين نفس الطريقة يستخدمونها تماما. أنا أذكر وإحنا صغار مثلا كان المواكب فيها ناس كثير من كبار السن يلبس لوزار هذا وبدون القميص، يشيل القميص أو اللباس في الجزء العلوي، كل واحد يخلي يده على كتف الثاني ويشكلون حلقة بيضاوية رتم معين. اللطمة هذه تتزايد مع شنو؟ مع ترديد بعض الأبيات العزائية. كانوا بعض النهامين أو بعض اللي أصحاب الأصوات الشجية يرددون بيت أو بيتين، من ضمنهم على سبيل المثال الله يرحمه واحد يسمونه ناصر بن مرهون ويقود الموكب يعني في الزمن الأول، وعندك علي مرهون، علي بن مرهون بن ناصر نفس الشيء، هذا كان نهام وكان يمتلك صوت جميل. عندك الله يرحمه مهدي علي مرهون، عندك حج حسين بن حميد، حج أحمد بن آدم، ومجموعة عموما هم أكثر من شخص، أنا يمكن هاي اللي حضروني الآن. بس الموكب مثل ما ذكرنا كانوا يطلعون وغالبيته في الأغلب كانوا شباب وكبار سن. اللباس اللي كان عندهم ما كان اللباس الأسود يعني موجود، كان لوزار. احنا نشوف البعض يقلع الثوب، هل له علاقة بالغوص؟ شوف أول شيء هي مسألة قلع الجزء الأعلى من الجسم بسبب الحر، ثاني شيء هم متعودين ترى يعني هم في البحر في الغوص، في البحر والغوص دائما بلوزار أو بالجزء الأسفل مستور وفوق له، فيجون هني بعد نفس الطريقة في المجالس يقعدون بدون القميص هذا بسبب الحر، يطلعون في المواكب نفس الشيء، هي حالة طبيعية، حالة عادية مو شاذة. يعني اليوم لو تشوف واحد كذي لا تلتفت له تستغرب، الأول كلش الحالة الطبيعية يعني لابسين لوزار ويطلعون الموكب هذا عزة ونياحة وغيره ويرجعون، وينتهي الموكب طبعا هني في الماتم يجنزون داخل نفس التجنيزة اللي كانت على ظهر السفينة نفسها بالضبط، الموكب يبتدي بها وينتهي بها. بحارة البحرين وأهل الغوص كلهم كانوا يمارسون نفس العملية. أنا أشوف مثلا في المنامة بعض الصور القديمة اللي أرشفوها العزة مالهم مشابه تماما لعزة مناطقنا الريفية مثلا في المعامير أو غيرها. وعن الطور البحراني في القراءة الحسينية. حسين يلي من تمسك بيك ما خاف، يا ما
مقصد الوافد ظن ودى. ملي عطية ليه بعض الأشرطة اليوم نسمعها؟ ملي عطية نفس الألحان القديمة، يقرأ على نفس النمط. والملي عطية صاحب تجربة كبيرة، صاحب تجربة كبيرة، يعني في العراق عاش وعاش في البحرين وسافر ونقل معاه ثقافات يعني. وعموما هو يقرب نفس الألحان اللي اليوم ملالين يقرون طبقا إلى الملي عطية نفس ألحانه، فهي كلها بالتوارث ونفس الشيء ما تغيرت. يعني البعض يقول لا، يقول حتى النهمات مال الغوص هي متأثرة بطابع كربلاء أو بما جرى في كربلاء، الطابع الحزن هذا. شوف، لأن هذا النهام لما يروح مثلا يهاجر عن أهله يروح إلى البحر، يبقى هناك 4 شهور و10 أيام موسم الغوص، هناك يظل في غربة وسط البحر، معاناة، بعيد عن الأهل عن الوطن، يفكر في أهله، يفكر في الناس، يشتاق إليهم. فتشوف لما يجيب الموال هذا يجيبه بحزن، بحزن وشوق وألم الغربة في أبياته في مفرداته، المسألة كلها في مسار واحد. هني نفس الشيء، طابع الحزن في كربلاء، في النعي وفي البكاء. أنا شفت بعض المقاطع لعزاء الهند أشوفها مثل الأغاني الهندية قريبة لها الألحان، هناك بيئتهم وأعرافهم تقاليدهم التأثيرات كلها قريبة من بعض. يجون يزورون إلى كربلاء مثلا، ينقلون معاهم بعض التقاليد وبعض الممارسات اللي عندهم. هني بعد في كربلاء يتأثرون، احنا نروح بعد كربلاء نتأثر، تأثير الثقافات على بعضها. العزاء عندنا متأثر بشنو؟ ببيئتنا. والعزاء عندهم متأثر ببيئتهم. تروح إلى مثلا بلاد فارس نفس الشيء، العراق. في النهاية الشعائر هذه هي ممارسات عندنا تعبر عن الفجيعة والتفجع وطابع الحزن لما جرى على أهل البيت في كربلاء. وفي النهاية احنا عندنا الإمام الحسين سلام الله عليه طلع وعنده هدف، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني هو النهاية كل هاي الشعائر إذا ما تصب في هذا العنوان فعلى الواحد أن يتأمل فيها، هي في النهاية الهدف هو الإصلاح.